احنا اللي خايفين اليوم ينقطع حبل المحبة مع الله عز وجل، لأن حبل المحبة مع الله إذا قطع ما عادت لذة في الوجود تعنيك شيئا. ولذلك يا أخوي محمد، من رحمة الله، من رحمة الله أنه يؤجل النظر لوجه الكريم في أهل الجنة إلى آخر، إلى آخر زمن، بعد ما يشوفوا كل النعيم، بعد أن يستلذوا بكل شيء. يسألهم سؤالا، أو سؤال المحب: عبادي، إني قد رضيت عنكم، فهل أنتم راضون عني؟ يا الله يا الله يا دكتور، يا الله أنا راضي عنكم، أنتم راضين؟ يا الله يا الله. فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا جنتك وآويتنا وأطعمتنا وجعلتها لنا مباحة. فيقول الله عز وجل: اسألوني، اطلب مني كمان طلب، شو بدكم يا الله. فيقول أهل الجنة: وماذا نسأل؟ هو ظل شيء بقي فوق هذا الجمال جمالا وفوق هذا الكمال كمالا؟ فيقول الله مرة أخرى: سلوني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلجأ أهل الجنة إلى العلماء، حتى في الجنة بدنا علماءنا، فيقولون: إن ربنا يقول لنا سلوني، فماذا نسأل؟ فيقول العلماء: اسألوا الله النظر إلى وجهه الكريم. يا الله. فيقول أهل الجنة: اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم. فيكشف الله الحجب بينه وبين أهل الجنة حتى يتجلى لهم فيروه. ما أصعب المشهد. فإذا رأوا الله عز وجل ما عادت قلوبهم تستلذ بلذة في الجنة لنظر في وجه الله. يا الله. فمن حب إلنا ورحمته فينا بأجل هذا النظر عشان نستطعم في الجنة. ثم تبدأ القلوب مرة أخرى، يعني بلغتنا تتعافى وتتأقلم مع ما هو دون هذه اللذة من النظر إلى وجه الله الكريم. هذا خوف المحبوب.